توقع مثير لمسيرة نويز في ليفربول. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. تحدث بادي جيني حارس مرمى ليدز يونايتد السابق عن صفقة انتقال داروين نونيز لنادي ليفربول، وكشف توقعه بشأن مستقبله في الدوري الإنجليزي. وكان ليفربول قد أعلن قبل أيام عن نجاحه في ضم نونيز رسميا بعد المستويات الرائعة التي قدمها في ناديه السابق بنفيكا البرتغالي في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. وقال كيني في تصريحاته: يبدو أنهم ينجزون هذه الصفقات بصورة صائبة، لقد كانوا يشاهدون هذا الشاب لمدة 7 أعوام، وتابع: هذا يظهر أنهم يملكون فريقا جيدا من الكشافة، وأنا واثق من أنه سيكون صفقة جيدة. 7 سنوات فترة طويلة جدا، لقد تابعوه منذ أن كان عمره 15 عاما، هذا يعني أنهم متأكدون حقا من أنه سيكون صفقة جيدة. وكان نونيز قد لعب في صفوف بنفيكيا في الفترة ما بين 2020 و2022، وخلال تلك الفترة مثل ألوان الفريق البرتغالي في 84 مباراة في كافة المسابقات، وسجل فيهم 47 هدفا وصنع 16 هدفا لزملائه، ويملك في رصيده الدولي 11 مباراة مع منتخب أوروغواي. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.